لا صار. ها كنا مصايم من صار ك... وش صايم مسكر صايم صقر صايم انا ماني صايم و اتصايم لا ما في احد صايم على كيف ما في صايم يعني ما في صايم من كل صقر الحين ما في رسم دغش بس ممكن دغش دغش انا شايف تله ما قبل شوي بيض الله وجهك يا ابو حصه وجهك اول ما دخلت البرنامج وانا ابغى اصوم انت شفت وذكرت نفس بالله هذا معاون هاي جاي يذوق جاي يذوق الطبخه هذا معاون هذا هذا نجي هذا نجي خلص ارعام هذا نجي نفطر خلص هذا نسحب على الكنترول هاك هاك سمبوسه على الغال دبر حالك هذا كله عشان ده اخر دنتين شوفوا كيف شوفوا كيف درجه الاستواء ولا اخر دنتين كملها شلون صحتك؟ معاون فاشل راحك حسين معاون نايم راحك للجلسة لين يجون بس ترى صايم الربع صايم ايش من هو؟ الجلسة حقه هو ابراهيم اي ما شاء الله ما لقى الصوت حطها ما خليها بخاطرك راح ودك ولا ود لا اله الا الله اوكي ابغى حط الانزلاق يلك الحية سلام شفت كيف يلا ثانية عش واقعية والله لا لا تقول لا لا ما قلت خبر مكروني حقنا تكوي حالك شرب سعد يا اخي والله يا ولد تلعب بالدنيا ذاك والله اني صدق اشتقت رمضان طحين سمبوسه والقيمات وفطاي والدنيا ان كل ليش مو هذه اصابع العرس القيمات اصابع خباز هذه في القيمات حادم ودنا مطوة ثاني يمديها في طوة ثاني لا ما في الا اثنتين دلنا انا والله اعرف هذا شو اسمه اذا ما تعرفون ايش تسوون ذي خليني اجيكم اعلمكم الله لو ما تعرف تسكت بس صايم لا استغرب تدعي على اخوك المسلم اللي يمشي معك ثلاث شهور ايوه ولا اذا امتحني في حياتي ادي عليه استغرب ايش ذا الامتحان اللي ما انا صادق زي هذا اللي تاكل من بس قاعد يشغلني انت احمد احمد شنو النكت يا ادري انا انا ابغاها قويه حسين بخليك تسوي شيء تعال يلا جاي عاد خليه يسوي اي شيء لا هو بخاطره تعال جبنا ذيك ايش تبي؟ جيب هذا كل شيء ولا زعل هذا ما تحط في الزيت حاتم والله قروب الدعاء هذه فلفل اي دقيقه نسيت ارجع نسيت اقول وش تقول اشكر من هذا المنبر اي من هذا المنبر وهذا المكان اول شيء قروب الدعم دعم الحواتم يستاهلوا والله ترى كل التجهيزات اللي شفتوها من دخوليه من افكار من اشياء هم اللي فكروا فيها وهم اللي رتبوها ما يبطي السيله من كبره هم اللي طول عمر السلامه هم حواتم إيه. هم اللي فكروا وابدعوا وجابوا الدخوليات الاشياء هذه كلها وفكره رمضانيه وفيه جلسات بتشوفونها ان شاء الله ما بيحرق عليكم اشكرهم على ملعب الطائره ابشر بس ملعب الطائره ليله رمضانيه كامله الله يعز حاتم ويعز الحواتم الله يسلمك هلا هلا ظالك المركز الاول باذن الله ايش هذا اللي جا اخر فطوره ايش سويته فطور والله قد بقول حسبي الله عليك ايه حط اخوكم اللي قوم قبل هذا المغرب خمس دقائق حط لي هنا والله ايش ذا؟ خلص الطبخ هذا تحط غير 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 لا يا اخي دايم كذا روح لا لا والله ما بس ها والله قالوا لي قالوا قدام قالوا لي اي شيء تحطه اقلب الزيت قلت تم حاولي دقيقه شوف كيف ركز بحالك شوف شوي خلنا نساعدك يا رجل نبغى الاجر بسم الله بكره شوف بكره العرس ما هذا شوف كيف مرتبين بكياس ايش بس جدك خذ علي بقول ايش ذا يا حاتم يا اخي فطور هذا الفطور غير هذا علي طماع شوي شلتي خذي لو يا حاتم خلنا نفصل الكلام من وقت تمسدي حاتم يا حاتم وش هي غير فطور هذا يا حاتم ما في شيء انت مفطر ما في شيء وين الشربه وين الشربه يا حاتم صراحه في دمك وين الشربه يا هذا ابو السماء اللي ما افطر اللي ما افطر ما راح يجون اللي ما افطر اللي يفطر ما اللي ما افطر ما يجي اللي ما افطر حاتم والله لو اني كملت نوم وراح عليه الفطور
ما بقى شيء علي مبر سلب رمضان تاكل انا لا. افطرت الظهر بس مين أيوة. للظهر هذا أيوة. انا بندر مالي نجي للظهر لا لا صايمين يا حاتم لا لا سعين سعين محمد سعاير اي كذا جود بس بس هذا اذا قال والله تصب لي عصب لا اعطيك من قال ايوه على طول بس ذا يا ولد لسكت 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 اللي مو بصايم لا يفطر على طول بس هذا يا ولد يا لين القروشه اللي مو بصايم لا 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 دقيقه هذه اكره كلمه تجيني بعد المغرب قبل المغرب اللي مو بصايم لا شغل ومنطرح بعد الدنيا اقسم بالله حسيت بمات واخواتنا يطبخ جيك زيدا الفطور بس لا ايه وين الفطور والسمبوسه ليه ما حطيت السمبوسه بالجبن ابي السمبوسه بالجبن السمبوسه ذي ويش الحق الحق لا ابي الحق الدال الحق الدال ابن عصره خلاص خلاص لا نحطها بصحن ثاني ادق ادق قشطه 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 ابوي قال جيبوا قشطه عشان يوقف انا انا اصغر واحد راح راح عجل قشطه بسرعه عجل معك حصى كذا عجل اي جيب من انت بيت خالتي يا اطلع البدال اطلع البدال اطلع البدال بيت خالتي سوت لنا سبب قبل تروح قبل تروح لا قبل تروح لا تصارع قبل تروح قبل تروح صينيه صينيه جيب صينيه جيب صينيه الصينيه ودها للجيران للجيران اللي طبخناها وخلص ماني بامك طلع طلع هذيك هذيك انا بشوف بس فروق طيب جيبوا فاين حطوا فاين هذا وهنا حاط انت ليش بدك تشوف خليك خليك مالك لا ما يحتاج لا بس ما يحتاج بس لا لا كان خليت لك اليوم بس الفطور للصايمين تدري اني بغيت اكل لا اصبر يلا رحله رحله شوي يعني يلا يا رجال يا رجل يا رجل روح جيب لنا بسرعه بسرعه اجلس هنا اجلس هنا اجلس هنا 90 يوم يا الربع 90 يوم احسن حسين شوف نظرك حسين نظرك والله لعبتي ود جارتكم ام محمد الحافظه شفنا حطيتها في نهايه الصاله طيب يمه طيب يمه شاعر شاعر والله مكان ضحك احرقت الدنيا احرق شوف احرق طيب طيب اظهرها هنحرقها طيب يا ابو عبد الله خذ 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 اصبر يا رجال ليش احترقت يا ولد اصبر ولد والله العظيم انكم مسرع كذب كذب يا حسين ابعد والله لا يدني يا حسين 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 والله انك الاخ اللي يقوم بس قبل اذان المغرب ربع ساعه يقول لك اجلس انا لا صاحي بس رجعت هذا واقفين عشان بعد شوي يقول لي اشارك على اهلك يا رجال خلاص توني قلت بسم الله حاتم والله ما عاد اشتغل حاتم الزلطه 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 يبي نحط الزلطه حط الزلطه يا اخي الزلطه وين يا يمن الزلطه وين يا انا حطها فيها والله زوج ارح بلك يا ولد ما ينفع روح جيب القشطه قبل يبدا لكن اشتقنا لا 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 اشتقنا يا رمضان اشتقنا لا لا اجلس اجلس دقيقه اسمع كلمه اشتقنا يا رمضان اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم يا جماعه باقي كم يوم على موعد اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم يا جماعه اشتقنا يا رمضان اشتقنا باقي كم يوم يا جماعه يا ما يا ما يا ما سوي صوت شفت شفت يا ما ويا ما افطرنا يا ما يا ما ويا ما تسحرنا يا ما يا ما ويا ما سفرنا يا ما يا ما ويا ما افطرنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا لا لا تذكرون ايام رمضان قبل جيل التسعينات قبل بابا فرحان بابا فرحان بابا فرحان والله هذه ما حكوا عليه ترى لا تحرجهم هذا بابا فرحان ولا ام ليس محتاجا في ليالي رمضان لا لا ما نيني هذا هذا وش وش هذا وش قلا قديم طيب قلا شغلها الراديو أمي ليتم إحداجر في ليالي رمضان أما جمكموني لا 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 ما تستوي بروح أجيبه لا 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 إيش اسمه
نبغى المسلسلات بعد في احد يعرف الابطال مسلسلات في مكان والله اي والله في ديربي طائره نبي ديربي طائره والله العظيم الصدق تلعب المراهن على لعب طائره وش تبي؟ خلي رجلك وش تبي؟ طائره بس بلعب والله لك مسكم كبس يا طير وعدنا الليل هاي من ريجر لازم وعدنا بعد كلام اليوم بس لازم نحط الملعب الملعب اقرب مالب حاضرين كان جلسه كل هالعيون لو ما